عمري ما فرقت. انا عايزاك تشوف ذات لو بتتفرج مسلسل. على المسلسل ذات نيلي كريم. نيلي كريم وانا شايفاها في اروع حالاتها الفنيه. ده بيديلك سيره كده هوت على مصر بيمشي كده هوت. امتى اليهود المصريين لمحه بانوراميه كامله. ابو ذكري عامله شغل ما حصلش هي ومريم نعوم. مريم في السيناريو صنع الله ابراهيم ده عبقري اساسا طبعًا. مش محتاج ابدا لشهادتي. لكن ازاي شفت مصر؟ انا شفت اول ثلاث حلقات انا كنت ببكي بكا فوق ما تتخيل. ليه؟ شفت مصر العظيمه اللي انا عارفاها انها عظيمه وناس حاولت تكسرها وتقزمها. ده ذنب مصر في رقبته لان مصر ما تستاهلش من اعدائها. نعم. ده نعم.